بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أفضل خلقه أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبة التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أحبة التلاميذ، في نهاية هذا الدرس يكون كل واحد منكم قادرا على أن يعرف نائب الفاعل يدل على الفاعل في الجملة، يفرق بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم، ويعرب نائب الفاعل إعرابا مفصلا، ويعطي أمثلة عن نائب الفاعل. انتبهوا إلى هذا النص: في رمضان تضاء المآذن بالمصابيح، ويقرأ القرآن في المساجد، وتقدم المساعدات للمحتاجين، وتعطى المنح والهدايا للأطفال، ثم يأتي العيد فيفرح الصائمون. لقد غفرت الذنوب، وقبل الدعاء، وكرم المؤمنون، ورضي الله عنهم فكانوا من الفائزين. في هذا النص أحبة التلاميذ وردت جمل كثيرة، سنوضحها إن شاء الله. من هذه الجمل التي سنوضحها هي: إذا أردنا التأمل بهذه الجمل، تضاء المآذن، يقرأ القرآن في المساجد، تقدم المساعدات للمحتاجين، لقد غفرت الذنوب، وقبل الدعاء، وكرم المؤمنون. عزيزي التلميذ، إذا نظرنا إلى هذه الجمل متكونة كما في هذه الصورة، لاحظوا أحب التلاميذ، تضاء المآذن أصل الجملة يضيء المؤمنون المآذن، يقرأ القرآن في المساجد أصل هذه الجملة. أحباء التلاميذ، يقرأ الناس القرآن، كذلك جملة تقدم المساعدات للمحتاجين أصلها يقدم المحسنون المساعدات للمحتاجين، لقد غفرت الذنوب أصل الجملة لقد غفر الله الذنوب، وكذلك جملة قبل الدعاء أصل هذه الجملة قبل الله الدعاء، وكرم المؤمنون أصلها كرم الله المؤمنين. عزيزي التلميذ، إذا نظرنا إلى الجمل التي وجدناها في هذا النص، نجدها خالية من الفاعل، لا نعرف من قام بهذه الأفعال، الفاعل في هذه الجملة مجهول، لم يذكر في الجملة. إذن نقول أنها مبنية للمجهول، لم يعرف فاعل هذه الأفعال التي ذكرنا ضمن هذه الجمل. إذا أردنا السؤال وقلنا: ماذا نعني بالفعل المبني للمجهول؟ الفعل المبني للمجهول أحبة التلاميذ أي أن فاعله غير موجود، محذوف، ولا نعلم من فعل الفعل. ويبنى الفعل للمجهول بطريقتين: الأولى إذا كان الفعل ماض، يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر، فالفعل قتل فعل ماض يصبح هكذا ضم أوله وكسر ما قبل آخره فيصبح قتل. أما إذا كان الفعل مضارعا، يضم أوله
ويفتح ما قبل الآخر. يقتل فعل مضارع، عند بنائه للمجهول ضم أوله وفتح ما قبل الآخر يصبح هكذا يقتل. هناك ملاحظة مهمة أحبة التلاميذ، إذا كان نائب الفاعل، أي بمعنى عندما يحذف الفاعل من الجملة، من الذي ينوب عنه؟ ينوب عنه المفعول به ويسمى نائب فاعل، ولكن إذا كان نائب الفاعل مؤنث نضع تاء في أول الفعل المضارع وتاء تأنيث ساكنة في نهاية الفعل الماضي، وسنوضحها إن شاء الله. أما إذا كان نائب الفاعل في الأصل المفعول به بعد حذف الفاعل يصبح نائب فاعل، إذا كان مذكر فنحذف علامة التأنيث من الفعل ونغير ما يلزم تغييره من الحركات الإعرابية الخاصة بنائب الفاعل. لاحظوا هذه الجملة، أكرمت المتفوقات. إذا أردنا أن نسأل عن الفاعل، من الذي أكرم المتفوقات؟ هنا لا نجد الفاعل في هذه الجملة، إذن هذه الجملة هي مبنية للمجهول، فبني هذا الفعل للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل الآخر. لماذا؟ لأنه فعل ماض. وكذلك أضفنا هذه التاء في آخر الفعل الماضي، لماذا؟ لأن نائب الفاعل الذي ناب عن الفاعل بعد حذفه من الجملة كان مؤنث، وقلنا إذا كان مؤنث نضيف تاء تأنيث ساكنة في نهاية الفعل الماضي وتاء في بداية الفعل المضارع. أما المتفوقات تغير موقع المفعول به، هذه بالأصل كانت مفعول به، أكرم المدير المتفوقات، أصل الجملة هكذا، فأصبحت أكرمت المتفوقات، فصار المفعول به نائب فاعل بعد حذف الفاعل وأخذ علامة الفاعل فصار مرفوعا. إذن نصل، إذا أردنا أن نذكر قاعدة لهذا الدرس، نقول أن نائب الفاعل أحبة التلاميذ اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمجهول وحل محل الفاعل بعد حذفه من الجملة. إذا حل نائب الفاعل محل الفاعل تغيرت صورة الفعل، فالفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، مثل كسر الزجاج. لاحظوا هنا الفعل كسر أصله كسر، فقلنا بما أنه ماض ضم أوله وكسر ما قبل الآخر، والفعل المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، مثل تضاعف الحسنة. تضاعف أصلها، أصل هذه الجملة أحب التلاميذ يضاعف الله الحسنة، فتغيرت. لماذا؟ لأنها بنيت للمجهول، فالحسنة نائب فاعل، قبله فعل مبني للمجهول لأنه حذف فاعله من الجملة، بما أنه مضارع ضم أوله وفتح ما قبل الآخر. علامات رفع نائب الفاعل، قلنا يأخذ علامات رفع الفاعل لأنه ينوب عنه، ويأخذ كل الأشياء التي تخص الفاعل، يرفع بالضمة إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، ويرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم، والألف إذا كان مثنى. ابن الأفعال التالية للمجهول
وأدخلها في جملة مفيدة وأضبطها بالشكل. يقرأ، بما أنه فعل مضارع قلنا ضم أوله وفتح ما قبل الآخر. يقرأ الدرس. أنقذ فعل ماضي، ضم أوله وكسر ما قبل الآخر فتصبح هكذا أنقذ الغريق. فعل ماضي أيضا ضم أوله وكسر ما قبل آخره كرم المجد. أسعد أحبة التلاميذ فعل ماض أيضا، فيبنى للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره فتصبح الجملة إذا أردنا أن ندخله في جملة أسعد الحزين. وأخيرا ينبذ فعل مضارع عندما نريد أن نبنيه للمجهول يصبح هكذا ينبذ المسيء. فنلاحظ هذه الجمل كلها مبنية للمجهول لأن فاعلها غير موجود، فحل محله المفعول به وسمي نائب فاعل، فأخذ حركات إعراب الفاعل، فهنا مرفوع في هذه الجمل بالضمة لأنه جاء مفردا. في هذا النشاط هذه كلها جمل مبنية للمجهول، نريد منك عزيزي التلميذ أن تضع فاعلا مناسبا، أي بمعنى تحول هذه الجمل من المجهولة إلى جمل معلومة، أي فاعلها موجود. فالجملة الأولى شرح نائب الفاعل. من شرح نائب الفاعل؟ نقول شرح المعلم نائب الفاعل. صورت المسرحية. من الذي صور المسرحية؟ فنقول صور المصور المسرحية. شغلت الآلات. من الذي شغل الآلات؟ المهندسون أو العمال. فنقول شغل المهندسون الآلات. حضر الطعام للضيوف. من حضر الطعام؟ حضرت الأمهات الطعام للضيوف. فهكذا أصبح الفاعل موجود في هذه الجمل فأصبحت مبنية للمعلوم. أعرب الجملة التالية يكرم المجدون. يكرم فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لا تقول فعل مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره، لا، تقول هكذا فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. المجدون نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ننتقل أحبة التلاميذ إلى تقويم درسنا لهذا اليوم. ماذا نعني بنائب الفاعل؟ هو اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمجهول وقد حل محل الفاعل بعد حذفه من الجملة. ماذا نقصد بالفعل المبني للمجهول؟ قلنا أن الفعل المبني للمجهول هو الفعل الذي حذف فاعله، أي فاعل في الجملة. اجعل الأفعال الآتية مبنية للمجهول: أكرم ويجمع. أكرم فعل ماضي، إذا ضم أوله وكسر ما قبل آخره هكذا يصبح أكرم، ويجمع مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره فيصبح هكذا يجمع. وصلنا أحبة التلاميذ إلى ختام درسنا لهذا اليوم. في أمان الله، نلتقيكم إن شاء الله في دروس قادمة.